فاطمه وقبل كده موزعين زي هاني يعقوب زي يعني ناس كتير قوي يعني من الملحنين المعروفين اللي انا اشتغلت معاهم. حامل الالبوم هيبقى 12 اغنيه يعني هتبقى فيها اختلافات في الاشكال وفي المزيكا وفي الافكار ان شاء الله ربنا يوفقنا. هيطرح امتى المفروض صيف؟ يعني انا بقول صيف بس يعني الحاجات دي انا يمكن بدقق شويه زياده عن اللزوم فيمكن يتاخر عن صيف بس انا بقول ان شاء الله ان شاء الله. سميرة معروفة عنها ان بتختار موضوعات ضد الرجل او بتحول من شكيمة المرأة، فهل هيبقى في نفس الالبوم اغاني جديدة فيها نفس الكلام ولا هنغير مواقفنا؟ لا هي حاجات مختلفة يعني مش اكيد مش هيبقى نفس الافكار او مش هيبقى نفس الطرحة ونفس الصياغة يعني. يعني مشاكل الحب هي في الاخر هي مشاكل هي هيبقى يا حب يا هجر يا غيرة يا شك يا حد يا حد بيوحشك يعني هي دي انما هنا الصياغه بتفرق ازاي انت بتصيغ الكلام ازاي. طبعا في افكار انسانيه شويه يمكن هبعد شويه خلال اغنيتين ثلاثه هيبقوا مش حب خالص هيبقوا حاجات انسانيات وده انا بقالي شويه كتير بشتغل فيها وان شاء الله تبقى حاجه مختلفه عن اللي انا عملتها قبل كده. سميرة احنا شفناها في انتخابات مجلس الشعب كمواطنه مصريه، هنشوفها في انتخابات الرئاسه؟ اكيد. طيب انت رايحه لميتين او شايفه مين في اللي على الساحه؟ قلب سميرة ما حدش قدر يكون اي فكره الحقيقه نهائيه لكنه في الاخر لازم هختار حد في الاخر انا اشوف انه هتختاري على اساس ايه؟ اهم شروط المرشح بالنسبه لسميرة؟ انه الشروط المهمه انه اختيار المرشح اللي هو بيحترم حريه الفرد يعني انا بالنسبه لي مهم جدا انه الناس تبقى حره في اختياراتها في ابداعها في فنها في لبسها وده مهم جدا وعلى هذا الاساس يعني. شايفه تحجيم الفن خلال الفتره اللي جايه هيبقى ازاي بعد سيطره الاسلاميين وقضايا الحزبه دلوقتي عادل امام حبس 3 شهور يعني انا اعتقد انه المساله يمكن فيها نوع من المبالغه لانه الابداع لا يمكن ان يوتر او حد يقدر يحد من ابداع ناس يعني ده اعتقد انه ده شبه مستحيل يحصل فعشان كده انا ما عنديش التخوف ده خالص انه يبقى في مشكله بالنسبه للفن. ممكن يبقى في مشكله بالنسبه للفن المبتذل اللي احنا كلنا ما بنحبوش يعني لكن اذا كان فن محترم فطبعا ما فيش اي مشكله. انا اعتقد انه حتى الاسلاميين بيحبوا الناس اللي بيقدموا فن كويس. خلاص تمام، شكرا.